يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يأتينا طالب في مدينة المنصورة ويقسم علي بالله أن أدعو لوالده الذي توفي في ذاك اليوم وأن يؤمن الحضور، ثم بكى وأخبرني بميتة سوء بشعة لوالده. قلت كيف مات والده؟ قال بأن والده ما شكى مرضا قط، وكان معروفا بالقوة والصحة. يقول ونحن نتناول اليوم غداءنا شعر بألم في بطنه ورأى أنه في حاجة إلى أن يتقيأ، أن يخرج ما في جوفه وفي بطنه. قال فأسرع إلى الحمام أعزكم الله وأقف على الحوض وأخذ يقيأ حتى تعب من الوقوف وهو لا زال يشعر بحاجة إلى التقيؤ. قال فبرك بركبتيه أمام المرحاض ووضع وجهه في المرحاض وظل يخرج ما في جوفه. يقول وصمت وطال الصمت، صرخ صرخة وصمت بعدها. يقول فدخلنا عليه وأسرعنا فوجدنا وجهه قد حشر في المرحاض وقد خرجت روحه ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يوم سكرتي ومماتي ومماتي حينما أنتني وروحي تجود. قلت أعوذ بالله، سل والدتك ماذا كان يصنع والدك؟ فعاد إليها فقالت ما صلى والدك صلاة قط. قلت أنا لا أقلل من شأن الصلاة ولا من قدر الصلاة، وأنا أعلم أن تارك الصلاة قد اختلف فيه العلماء إلى فريقين، فريق يكفره وفريق يفسقه، ولسنا الآن في محل نقاش هذين القولين. لكني أعجب كيف يرضى رجل ينسب إلى الإسلام أن يكون محل خلاف بين فريقين لعلمائنا، فريق يكفره وفريق يفسقه. يكفي هذا. قلت أنا لا أقلل من قدر ترك الصلاة أبدا، لكنني أستحلفك بالله عد إلى أمك وقل لها يسألك الشيخ ويقول أستحلفك بالله ماذا كان يصنع هذا الرجل. ففطنت وفهمت فقالت لولدها كان والدك يتعامل بره، من عاش على شيء مات عليه، كان يأكل النجاسة فليأكل النجاسة في آخر يوم من أيامه ما لم يتب إلى الله جل وعلا.